السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة المطبخ المغربي مع ربيعة. وكثير من المتابعين طلبوا مني باش نقدم لهم بعض الوصفات للشعر للبشرة. إن شاء الله غادي نقدم لكم اليوم واحد الماسك بدل الكيراتين في المنزل. هذه الوصفة هذه راها سهلة واقتصادية، ويمكن أي سيدة يمكن لها تحصل على الكيراتين في المنزل. وهذه الوصفة هذه يمكننا نديروها للكبار ونديروها حتى للصغار. حتى بعد شي ساعات الأطفال كيكون عندهم واحد الشعر شوية كيعذب الأمهات، يعني لا درنا هذه الوصفة هذه راه كيولي الشعر عندنا سهل. بالنسبة لفصل الصيف كتكون الحرارة لابيسين البحر، يعني كيتشوك الشعر نتاع أي واحد اللي شعره عريان، راه ضروري باش كيولي حراش كيتبدل في النعومة ديالو، كيبقاش في ديك النعومة ديالو في ديك البريق. ومن بعد العطلة الصيفية كتجي الدخول المدرسي الدخول العمل، كيبغي الإنسان يدخل بواحد الشعر جميل وما كيلقاش معاه واحد الصعوبة. هنا هاد المكونات هادو اللي غادي نقول لكم اليوم مع هاد سبعة الزيوت كيعطيو واحد النتيجة رائعة ومجربها. الآن ندوزو للمقادير وطريقة التحضير. عندنا 80 غرام نتاع الرز الأبيض المكركب، عندنا 80 غرام ديال بذور زريعة الكتان، عندنا 30 مليليتر ديال زيت الكوك، نفسهم نفس القياس كنستعملوا الزيوت الاخرين كاملين. عندنا زيت الخزامة، زيت بذور زريعة الكتان، زيت اللوز، زيت الأرغان، زيت الخروع، زيت الأفوكا. وهاد الزيوت هادو يعني كلهم كنحتاجوهم، ولكن الا ما كانتش عندنا غير وحده نوع من هاد الزيوت يمكننا نعوضوه بزيت الزيتون. هنا ضروري باش نديرو هاد الرز هذا اللي كيكون بيض وكيكون مهرس وكيكون هكا مكركب، ما نديروش ديك الرز صفر، هذاك الوصفه ما تنجحناش به. هنا كندير واحد النار كتكون مهيله وكنديروا الرز ديالنا هكا. حنا راه ما خصناش الرز ديالنا يتحمر، حنا خصنا الرز ديالنا غير يسخن، ما خصناش نخليوه حتى يتحمر، يعني غير نبقاو نوبه كنحركو هكا. الا حتى كنحسو بالرز سخن كنطفيو عليه البوطه. نفس الطريقه البذور ديال الكتان، بعد ما كنسخنوهم كنخليهم حتى يبردوا. فاش كيبردوا كنقبطوا الخلاط اللي كنطحنوا به العطريه والقهوه ويكون الراس ديالو يكون ماضي، عاد باش كنطحنوا فيه هذا بذور الكتان مع الرز. هانتوما تشوفوا بذور الكتان راه حنا كنطحنوهم حتى كيبداو كيطلقوا واحد بحال شكل نتاع الزيوت ديالو وكيولي ملس هكا. هذا فاش كنطحنوه حنا ما كنغربلوش، ولكن كنتاكدوا منه بين الطحن مزيان. عندنا الرز كنطحنوه وكنغربلوه في واحد الغربال يكونوا العوينات ديالو رقاقين حتى كنحصلوا على واحد البودر بحال هكا رطبه وناعمه. هنا كنخلطوا الرز مع بذور الكتان، كنخلطوهم مزيان يعني حتى كينسجموا مع بعضياتهم، عاد باش ندوزوهم في هذا الغربال هذا كيكونوا عويناتو رقاقين. لان بذور الكتان الى غربلناهم هكاك هما مطحونين ما تيبغوش يدوزو لنا في الغربال، يبغوش يعني كيبقاو لاصقين. الى خلطناهم مع الرز كيجيونا ساهلين نتغرب. بعد ما غربلناه هانتوما تشوفوا نساجم مع بعضياتهم، مابقاوش ديك الكويرات نتاع بذور الكتان بوحديتهم. هنا دابا غادي نزيدو الزيوت اللي عندنا، نزيدو الزيوت بسبعة. وكما سبق لي وقلت لكم الا ما عندكمش واحد النوع غير نوع واحد من هاد الزيوت يمكن لكم ديرو زيت تعوضوه بزيت الزيتون. هاد الزيوت هادي كتغدي الشعر وكتقويه، وكل زيت
عندها النتيجه ديالها. كاين اللي كتقويه، كاين اللي كتغديه، كاين اللي كتمنعو من التساقط. هذه زيت لافوكا عندي فيها اكثر من ديك القياس اللي عندي في الاخرين، يعني درتهاش كامله. هذه زيت الكوك، زيت الكوك راها كتكون شويه هكا بحال قاصحه شويه. خلط الخليط ديالي مزيان هنا. بعد ما خلطناها مزيان شوفوا القوام الزيوت كيفاش دايره. هنا بعد ما كنخلطوها مزيان كنديروها في واحد القنينه ديال الدجاج وكنحكموا لها الاغلاق وكنخليوها 24 ساعه عاد باش يمكن الناس تستعملوها. علاش كنخليوها 24 ساعه؟ وديك الزيوت مع بذور الكتان مع الرز كينسجموا مع بعضياتهم وكيطلقوا المفعول ديالهم. باش فاش كنديروا هذا الماسك للشعر ديالنا كيعطي واحد النتيجه رائعه. راه حنا كنديروا اناء فيه الماء حتى كيغلي، وكنديروا فيه الاناء اللي عندنا فيه الكيراتين وكنخليوه حتى كيدفى. هنا ضروري باش كنوجدوا واحد جوج فوطات، وهذا السلوفان ضروري باش يكون عند الشعر ضروري باش يكون مغسول من الزيوت. كنفرقوا الشعر هكا على 10 او 8 الخطوط، كنفرقوه في النص وكنبقاو نديرو كل جزء بوحديتو. هنا كنقطعوا القليل من الشعر وكندهنوه مزيان بهذا الخليط اللي عندنا، ورحنا ما كنوصلوش الفروه ديال الشعر، يعني الجلده ديال الراس ما كنلحقولهاش. كنديرو هكا وكنوصلو حتى الاخر ديال الشعر، حتى هو كندهنوه مزيان. من بعد ما كندهنوه رحنا كنبقاو نحلبوه هكا يعني حنا راحنا ما كنقيسوش الجدر ديال الشعر، ولكن كنبقاو كنحلبوه حتى لهاد الاخر هذا. نبين حتى لستة المرات 8 المرات وحنا كنجبدو هكا. الخليط عندنا راه هو دافي، عاوتاني كنهزو القليل من الشعر. هنا فاش كنكملو الشعر كامل بالكيراتين كنفرقوه على جوج وكنطويوه بالنص، كنجيبوه للامام للجبهة ديالنا، والنص الاخر كنعاوتاني نجيبوه حتى هو للامام. هنا دابا غادي نديرلو السلوفان باش نجمعو. هنا ضروري بعد ما نكملو كنديرو الشعر ديالنا في السلوفان، يعني كنلمدوه كلو مزيان في السلوفان ما كنخليوش كاع الشعر عريان. هنا كنقبطو الفوطة وكنديروها في الماء سخون يكون سخون مزيان، ونعصروها مزيان ونديروها فوق السلوفان. هنا بعد ما كدوز 30 دقيقة كنعاودو نديرو الفوطة في الماء طيب ونعصروها، وكنعاودو نديروها على الراس. كتبقى هكاك الا حتى كنكملو 45 دقيقة. كنغسلوه بشامبوان طبيعي، وبالاحسن يكون الشامبوان نتاع البيبي. هنا بعد ما كنغسلو الشعر رحنا كنلويوه في واحد الفوطة وكنشفوه مزيان، وهانتوما تشوفوا النتيجة كيفاش دايرة. هنا الشعر رحنا ما مصوبينوش، يعني النتيجة ناجحة 100%. هاد الماسك هذا راه يمكننا نستعملوه حتى كل 15 يوم، يعني جوج مرات في الشهر. راه كيعطي واحد النتيجة رائعة وكيغذي الشعر. هاد الماسك هذا ديال الكيراتين الطبيعي يمكن لكم تستعملوه حتى في كل 15 يوم، ما فيه حتى شي حاجة ضارة للشعر، يعني تغذية طبيعية. وهاد الكمية هادي اللي صوبت اليوم راه بالنسبة للشعر الطويل، بحال دابا هذا الشعر طويل راه يمكن له كيصوب جوج مرات،
واخا كيبقى في القرعه ما كيجرى له والو. بالنسبه للشعر القصير راه يمكن له حتى لربعه المرات. الا عجبكم بحال هاد الافكار قولوها لي، خليوها لي في التعليقات باش نعطيكم المزيد. وهذا هو التقديم النهائي، ونتمنى الفكره تعجبكم وتشاركوها مع العائله والاصدقاء. وما تنساوش تحميل تطبيق كويزير ربيعه او مطبخ ربيعه على الهواتف. وبصحه وراحه.